شكرا سيدة رئيسة هذا اللقاء أو هذه الجلسة. سيرا على النهج ديال فريق العدالة والتنمية اللي رسمه منذ البداية من خلال الموقع الجديد ديالو، بحيث أنه الفريق يتموقع في المعارضة داخل مجلس جماعة فاس. ارتأى فريقنا أن ينظم ندوة صحفية بمناسبة انعقاد كل دورة، وهكذا عشت معنا الندوة الأولى اللي كانت بمناسبة الدورة ديال فبراير، والآن احنا مع الندوة الثانية بمناسبة انعقاد الدورة ديال ماي. فكما هو معلوم أن المسار ديال اللامركزية في المغرب عرف واحد تطور كبير، وما من مرة إلا والمغرب يحقق قفزة نوعية في المجال ديال التطوير ديال نظامه الترابي. وعرف هذا التطور شيء من الخطوات إلى الأمام على ضوء الدستور ديال 2011 والقوانين التنظيمية الجديدة. كل هذا كان المغرب يهدف من خلاله إلى وضع ترسانة تشريعية من شأنها أنها تطور الأداء ديال الجماعات الترابية، وبالتالي التطوير ديال خدمات القرب اللي هو واحد الاختصاص الأصلي والأساسي المنوط بهذه الجماعات. لكن مع الأسف إذا كنا نتحدث عن التطور الملموس ديال المجال ديال اللامركزية في المغرب والنظام الترابي ببلادنا، ما مشاش بنفس المستوى المسار الديمقراطي، بحيث أنه كل ما كنقولوا أننا ركبنا القطار ديال الديمقراطية وما يمكن لنا شيء نرجعوا للور، إلا ومع الأسف كتجي واحد المحطة وكتبين أننا لازلنا نعيش تذبذبا حقيقيا، ولازلنا لم نحسم بعد مع سمحوا لي بين قوسين الخزعبلات والتدخلات في الانتخابات أساسا. وها نحن نعيش مرة أخرى إحدى متاهات الانتخابات في البلاد، وهنا لازم نوقف على الانتخابات ديال 8 شتنبير. علاش بغيت ندير هذه الوقفه؟ لان المخرجات ديالها هي اللي ادت بنا انه تشكل مجالس بمثل هذا اداء بمثل هذه التصرفات. فالمتاهات والعاهات اللي عرفها المغرب في 8 شتنبير الان تتجسد بشكل واضح، لا على مستوى الاداء الحكومي ولا على مستوى الأداء ديال المجالس الترابية. وطبعا المجلس ديال الجماعة ديال فاس ما خرج شيء على هذا النمط، لأنه مسألة طبيعية تركيبة ديالو ما كتعكش حقيقة النتائج اللي من المفترض أنها تكون كتعبر على الإرادة ديال المواطنين، لأن ما عشناه في 8 شتنبير لا علاقة له بإرادة المواطنين، بل أريد للمغرب أن تكون له مثل هذه المجالس ومثل هذه النخب التي تؤدي على المقاس وكذلك تمارس كما يراد لها وليس كما يحب المواطن. مع الأسف كما